السلام عليكم. إذا شفت نفسك مندفع بشكل كبير جدا على المعاصي وعموم الشهوات، بقولك شيء يمكن يكون هو السبب. السبب هذا الله عز وجل ذكره في سورة مريم بعد ذكره لصفات الأنبياء والصالحين. شنو هذا؟ اسمع الآية عدل وركز فيها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. شو سبحان الله، شلون الآية عجيبة. الله عز وجل قال أضاعوا الصلاة، جت النتيجة مباشرة بعدها واتبعوا الشهوات، هذا سبب اتباعهم للشهوات، هم مضيعين صلاتهم. جماعة شو نتكلم، شو نخلي عن الصلاة؟ الصلاة اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الصلاة اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة نور تنور عليك حياتك وآخرتك وقبرك وكل خطواتك. الصلاة من اسمها صلة بين العبد وربه. تخيل واحد قاطع الصلة اللي بينه وبين رب العالمين، شنو تبي منه؟ أو واحد مضيع لهذه الصلاة، ما يصليها بوقتها ولا يصليها متى ما قام من النوم، أو ما يقيم أركانها وشروطها وما يتوضأ لها الوضوء الصحيح وما يصليها مثل ما صلىها النبي، طبيعي جدا يتبع الشهوات وتشوفها مندفع بشكل كبير جدا على المعاصي لأنها ضيع أساس الدين. تخيل الصلاة أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة. يا رب العالمين لما أنت تيلي يوم القيامة وعندك أعمال صالحة ما شاء الله، تصدق كل بين فترة وفترة وعندك ما شاء الله أعمال صالحة الله أعلم بها، لكن صلاتك الأساسية أنت مضيعها، ما أدري، لكن الله يخلف عليك الصلاح، لأنك أنت إذا عندك أعمال صالحة وصلاتك أنت مو قايم فيها مشكلة. إيش مشكلة؟ لأن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل. طولوا بالكم معاي بس بقول آخر شيء. إذا واحد من الشباب اتصل فيك وقال لك أبيك بموضوع مهم جدا، وقلت له بالتليفون تفضل، وقال لك الموضوع مهم جدا وما ينفع أني أكلمك بالتليفون، لازم أشوفك، طبيعي جدا أن الموضوع راح يكون صج مهم وممكن راح يسبب لك يعني نوعا ما قلق وتحاتي، تقول شنو الموضوع اللي بيكلمني فيه، وراح تقابل وياه وتتكلم بالموضوع. انزين تخيل، ولله عز وجل المثل الأعلى، الفرائض كلها فرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأرض، إلا يا جماعة الصلاة هذه الوحيدة اللي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرج به إلى فوق السماء السابعة. تخيل بمكان حتى ما وصل جبريل عليه السلام، عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى فوق السماء السابعة عند سدرة المنتهى. كل هذا تخيلوا يا جماعة عشان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفرض عليه أعظم فريضة في الإسلام، فريضة الصلاة، وأول ما فرضت 50 صلاة. وبعدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل ربه التخفيف فخفف الله عز وجل عنا من 50 صلاة إلى 5 صلوات باليوم والليلة. لكن ها، 5 صلوات كل صلاة بأجر 10، كما قال الرب جل جلاله: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هتشوف الكرم الإلهي، ما تخلص عطايا رب العالمين سبحانه، وهذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. باختصار جدا، حافظ على صلاتك، تنعم بحياتك بمعنى الكلمة.